على صفقات زي يوسف بليلي طبعا لاعب الجزائري الدولي، في صفقات كلمت او تقارير كلمت على صفقه زي صفقه بدر بنون المدافع المغربي مدافع الرجاء. تقدر تاكد تنفي تقول لنا؟ برضه هقول لك الحاجات اللي انا اتعلمتها. يعني طالما ما فيش عقد اتمضى، يعني ما فيش عقود اتمضت وتسجلت كمان، خلاص المفاوضات دي بتبقى قريبه جدا وبعد كده بتبعد جدا. اوكي، ممكن واحد يجتهد ولا حاجه ويبقى عنده معلومه فيكتبها، ما فيش مشكله، لكن النهايه يعني انا اما يجي لي اللعيب ده في وسط الفرقه خلاص بقى لعيب في النادي الاهلي يعني. لكن طيب، التفاوضيه دي ما ده فيما يتعلق بالصفقات يعني كنت يعني حابب برضه اوضح او اكد واوضح الصوره فيما يتعلق بالصفقات الاهلي بيستهدفها السيزون اللي جاي. فاهم انه السيزون ما انتهاش، وفاهم ان احنا بنحافظ على فريقنا بشكل كبير جدا لغايه لما ننهي السيزون، بعد كده يبقى لينا كلام، وده طول عمره الحقيقه منهج النادي الاهلي. لكن فيما يتعلق الصفقات المستهدفه جوه النادي الاهلي بقى، وده الحقيقه يمكن